مثيرة جدا هاي المرحلة، لأنها خلتني شوي يعني أتعدى على حسابات الزمن كلياتها، وفجأة أنا مضطر اضطرارا أن أغير المعادلة بحساب الزمن. في المدرسة فاجأوني هيك بشكل قوي جدا بحفلة تكريم، ما كنتش أعرف عنها ولا أي شيء، وأول مرة بيقدروا يخبوا عني كل هالكدة إشي مهم. أما غدروا، أما لما غدروا يخبوا احترمتهم أكثر، لأنه كان واضح إنهم انتقلوا لتقنية عالية جدا اللي سبقوني فيها، فإنهم غدروا يعني يخبوا حدا هيك أو نية إنهم بدهم يعملوا إشي وأنا ما عرفش بالضبط شو الإشي. لقبل 10 دقايق أنا قلت لهم أنتوا معناها مؤهلين أنكم كلكم تقدروا تديروا مدارس، تقدروا تديروا بلد كاملة. وكل يوم أنا موجود بتخريج طلاب في المدرسة، فكلياتهم مدرسة عارة ثانوية. فأنت ما بتشوف حالك إلا أنت فتت لقارب أو لسيارة سباق إنك تيجي تقول انتهت، والمعادلة هي ما كانتش موجودة براسي يعني. لولا هاي التنبيشات تبعتكم وبالمدرسة وكيم إلى آخره، أمن المعادلة هي مش موجودة. إني لازم أفوت لمرحلة التحضير وأنا بدي أطلع وبدي أنهي ومش عارف شو إلى آخره. أنا يعني بعترف تماما إنه الحساب الزمني للقضية هاي أو للقصة أو للحدث نفسه، رغم إني عارف إنه هو جاي وإنه حابب إنه بده يجي يعني. أما فاجأني كثير وفوتني لضغط هيك إني أسرع في الأشياء وأعملها كلياتها بشكل متوازي، وإني أنهي بثلاثين ثمانية وهو كل إشي جاهز، ففوتني برضو بحالة ضغط شغل إشي مش معقول. وتخطيطكم اليوم هو جزء من هاي المؤامرات يعني اللي تحاكي، المؤامرات الحلوة يعني اللي تحاكي. أقول لكم أنا اليوم جدا مبسوط وجدا متريح ومطمن على جهتين. مطمن واحد، انا مطمن على انه عملت كل اللي بقدر عليه بالنسبه للمدرسي، مش مشان قبل المدرسي اطلاقا. لو قضيه بناء مدرسي كان ممكن يبقى كثافه الشغل 40% من اللي اشتغلته، بس القصد بقى انه احنا نبني مجتمع وانتم بقيتوا شاركين، لانه انا المجهود اللي بذلته والزمن اللي حطيته هناك وكل الجهد اللي صبيته واضح انه باك على حساب شيء يعني، هو مش يعني مش متوازن. واضح انه المدرسه والنظره المجتمعيه للمدرسه والنظره المجتمعيه الي لكوني مدير في مدرسه ثانويه قدرنا نطور، قدرت اطور الها رساله مجتمعيه ثقافيه تربويه من الدرجه الاولى. عراره وعراره بتقدر تتفاخر في الشيء اليوم انه في عراره وفي عراره فيه 8700 خريج مرحله ثانويه مدرسه ثانويه، ومن ال 8500 88% منهم قدروا يوصلوا للتعليم الجامعي بعد كملوا بعد صف 12، واللي وصل درجات علميه متفوقه 10% من كل الخريجين موجودين بدرجات علميه متفوقه من درجه بروفيسور دكتور عالم باحث والى اخره، واعداد خياليه من حملات الشهادات الجامعيه البي اي والماجستير، اعداد عالي جدا برضه من الطلاب اللي خلصوا وتعلموا هندسي معاهم شهادات هندسيين او فنيين، وهيك بنبنى المجتمع. لما وصلت انا للاحصائيات هاي، مش انا اللي عملت الاحصائيات، دائره الاحصاء المركزي اللي عملت الاحصائيات ومن هناك مشتقاه، فقلت وهذا الخراف قبل سنتين، المعطيات موجوده بين ايدي قبل سنتين، فقلت المدرسه بالضبط وصلت للإشي اللي لازم تصل له، في لها رسالة مجتمعية اللي لازم تطور المجتمع ولازم تنقل المجتمع لواقع جديد، وأنا وصلت أشوف بالضبط هذا الواقع اللي أنا بدي إياه، بالضبط الحلم اللي أنا كنت بدي إياه وصلت له يعني. ولذلك قلت هيك في بالمدة الأخيرة وأنا قاعد هيك على المكتب بكتب دائما بيدي الكلام وبكتب، قلت وإن كان حلما فليكن على عنق الحمام. إذا عندك حلم تخليهوش واطي، خليه فوق.
لما كل ما يطلع لفوق يعني ممكن ترتع ازيد. فعن الشغل انا بطمنكم اني انا اكثر واحد مبسوط في عاره وفي عراره، ولا واحد بيقدر ينافسني بان انا بكديش انا مبسوط من هناك. والجانب الثاني اللي انا مبسوطني انه كل اولادي وبناتي عايشين منيح، منظمين في الحياه، الحياه ماشي زريمت معهم كما يجب، ووصلنا لمرحله انه احنا بدنا نربي احفادنا على بالضبط هذا الاسلوب، هذا النمط من الحياه. انا متاكد انه رايحين يوصلوا. ليه؟ لانه احنا كل النوايا الحسنه موجوده وكل التفكير العميق في الشيء موجود، واللي خلانا نرفع مستوى مجتمع كامل اكيد بنقدر نرفع مستوى الاسره تبعتنا اللي هم الاحفاد، كل الاحفاد. انا مش حاسس بفراغ اطلاقا، يعني لا سابقا ولا هسا ولا لاحقا، حاسس بفراغ لانه المسيره بعدها لم تكتمل، والصوره اللي بتمر فيها مجتمعنا في عرا وفي عراره هي الجانب الرسمي. انا حكيت عن الجانب الرسمي، اما انا هسه بدي اقول واعلن انه ساقيم منظومه تعليم موازيه ظلال لكل جهاز التربيه والتعليم في عرا وفي عراره. الحكي هذا تعليم موازي، يعني في تعليم موازي للمدرسة للمرحلة الثانوية للمرحلة الإعدادية للمرحلة الابتدائية بأهداف التربوية اللي أنا مآمن فيها واللي بدها تصل بالضبط لهناك. ومجملها إنه إحنا بدناش نعلم أولادنا وأهل بلدنا وطلابنا إنهم يأكلوا سمك، بدنا نعلمهم كيف يصطادوا سمك. ولذلك المعهد او المؤسسه الخضر عقل للثقافه، هذه يعني بعلن عن وجودها هون، مؤسسه الخضر عقل للثقافه رايحه تشتغل بشكل اقوى ومكثف ازيد بحريه مطلقه بدون اي ضغوط، لا وزاره معارف ولا مجلس محلي ولا 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 ما يحزنون. بدها تشتغل بالضبط في الراس التربوي، في العقليه التربويه اللي انا بامن فيها، اللي جبتها للمدرسة، جبتها للمجتمع كلياته. فاحنا مش طالعين اجازة اطلاقا، ما بعرف اذا بصح لنا اسبوع اسبوعين بشهر 9 هيك نعمل اوتنج برا اذا سمحت الكورونا في الموضوع. اما نحن فايتين بمشروع ضخم، والمشروع هذا هو مشروع للعائلة كلياتها، هذا مشروع إلنا كلياتنا. كلياتنا اللي متواجدين فيه، كلياتنا بدنا نرافقه، كلياتنا بدنا نمشي فيه لقدام. وهون الرسالة بدها تنتقل لكم، كل واحد بده يبكي صاحب رسالة فيه، كل واحد عارف شو بده يبكي موجودة. كفر حضرنا احنا العارضة للإشي بشكل أولي خلال أسبوع تبكي جاهزة، بنقعد وتبكوا عارفين بالضبط احنا على ايش رايحين في الأشياء. إن شاء الله خير بوجودكم وابتساماتكم للحياة والتفاؤل تبعكم للحياة، أكيد احنا رايحين نصل لأبعد ونرسخ اوسع واوسع الرساله اللي احنا مأمنين فيها، اتطبقت ومنطبقها اخرى بعمق والى الامام. معكم ومره ثانيه بكل الجديه بالمدرسه لما بكون معنا وبجديه نستطيع الوصول الى الافضل، بس هسه بكون معكم وبجديه وبفرح وبابتسامه نستطيع الوصول الى الافضل. وشكرا لكم على كل التحضيرات والاشياء، انا مش مره مش منتج من الاشياء. وهذا خضوره جونيور.